انا معصب ومعصب وايد بعد، تدرون ليش؟ لان العامل هذا غلط وياب لي طلب انا مو طالبه. انا مو معصب هذا بالمشهد، انا بالصدق مو كذي. انا ادري ان هالعامل يشتغل ليل نهار ومو قصده انه يجيب لي الطلب غلط. في ناس مثل ما شفتوا بالاعلان على اي شيء يعصبون. شباب انا ادري ان كلنا ممكن نعصب، بس الفايز من يكظم غضبه. ورسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كررها 3 مرات عشان نتجنب الغضب. طبعا انا دوري الناصع الفاهم بس ترى صدق الموقف ما يسوى، ومع هذا الموقف يصير مع وايد من الشباب، وهذا اكيد راح ياثر على حياته وسلوكه مع الناس. افضل وسيله علشان الواحد يطفي فيها نار الغضب هي الوضوء والصلاه. واقول حق كل الشباب اللي بمثلي وبعمري، طول بالك صلاتك ميزانك. طول بالك صلاتك ميزانك. نفائس، المشروع القيمي لتعزيز العبادات.